أصدقائي طلاب أساس الإعداد، حياكم الله بشرح محاضرة جديدة من سلسلة معاني النشاط. قبل أن نبدأ محاضرتنا اليوم، اقتباسنا اليوم عن مارك توين اللي هو كاتب أمريكي مشهور، عنده روايتين، اثنين المغامرات اللي هي The Adventures of Tom Sawyer و The Adventures of Huckleberry Finn. هذا الكاتب روعة، عنده اقتباس كلش حلو اللي هو يحكي عن أهمية الكتب أوكي في المجتمع، اللي هي Books are good for people who wish they were somewhere else. Books are good for people who wish they were somewhere else. يقول الكتب للناس اللي تتمنى نفسها لو كانت في مكان آخر. كل كتاب ينطيك حياة جديدة. أنت كطالب ساس إعدادي حاليا تواجه ضغوطات امتحانات وهاي تمام ودراسة، بس من تنتقل لمرحلة الجامعة راح تعرف قيمة الكتاب، راح تبدي أنت تبحث عن كتب. أوكي، مثل ما يقول هذا المثل، أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. فكل كتاب أنت تدرسه ينطيك حياة جديدة، لأن أنت جاي تدرس كتب خاصة بناس ماتوا وصار لهم هواية تمام، فتستفاد من الخبرة وتجاربهم بالحياة. أوكي، محاضرتنا اليوم هي عن الجزء الأول من معاني الوحدة الثانية. مثل ما ذكرنا أن المعاني تجينا السؤال الثالث، السؤال الثالث ثلاث أفرع. الفرع الأول اللي هو أي الإسقاطات اللي 10 درجات، فرع بي اللي هو الماتش الماثل أو التوصيل، يا إما لستة أي بلستة بي أو تختار بين كلمتين أوكي 5 درجات، وفرع سي اللي قلنا عليه هذا حفظ عليه 5 درجات. أوكي، محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون عن الجزء الأول. ركز وياي على أول تمرين عندنا، أول تمرين عندنا اللي هو الإسقاطات تمام. زين، هذا التمرين وين يجينا بالوزاري؟ هذا التمرين يجينا بأماكن مختلفة. المكان الأول اللي هو السؤال الثالث أي إسقاطات، وبنفس الوقت يجينا السؤال الثاني فرع بي قواعد على شكل اختيارات. زين، وين هذا التمرين؟ وين موجود بكتاب النشاط؟ موجود تمرين بي صفحة 27. تمرين بي صفحة 27. أنت حتى تركز من ناحية الإسقاطات، أما من ناحية القواعد أنا موضح لك الفكرة بشكل تام، أما من ناحية الإسقاطات حاول تعرف معنى كل إسقاط حتى تعرف شلون استخدامه، لأن كلمة باللغة الإنجليزية توصلك للمعنى بشكل تام للجملة. أوكي، الكلمات هنا ترجمت لكم إياهن، أما عندك أنت نسخة قدامك من الملزمة وموضح الترجمة كامل، مجرد هنا أختصر الوقت حتى نعطيك شفرة وشلون تختار الجواب الصحيح. الكلمات داخل الصندوق: used to like, were speeding, walked, didn't used to have, didn't have, was walking, used to watch, was watching. أوكي، هاي الكلمات داخل الصندوق. ركز وياي على كل جملة وعلى كل شفر راح أنطيها إلك حتى تسيطر سيطرة تامة على التمرين. نقطة رقم واحد: I used to like traveling but I don't like it anymore. I used to like traveling but I don't like it anymore. لما تجي كلمة traveling كشفرة بهاي الطريقة منطقية باللون الأحمر تمام، وهذا الجواب مالها. لما تجي traveling اختار used to like. ركز وياي، هذا موضوع used to like من ضمن القواعد، يا تتذكرون شرحناه، قلنا قواعد تجينا السؤال الثاني فرع أي أو فرع بي على شكل اختيارات تمام. فلما تجيك traveling تختار use it to like. نقطة رقم اثنين: we were speeding when we saw the police car. هنا لما تجي when we saw نختار were speeding. ركز وياي، هنا أدوات الربط تذكرون قواعد الوحدة الأولى، هنا when تريد على يسارها ماضي مستمر تمام، وعلى يمينها ماضي بسيط، فهنا saw الماضي البسيط، وهنا were speeding الماضي المستمر. لما تجي when we saw نختار were speeding. لحد الآن احنا قواعديات. أوكي، نقطة رقم ثلاثة: while my baggage was going through the x-ray machine I walked through the metal detector. ركز وياي هنا، لما تجيك x-ray machine اختار مباشرة كلمة walked، هاي الشفرة تمام، وهنا الاختيار. ركز هنا عندك وايل هم أدوات ربط مو تمام، فهنا x-ray machine فتختار walked، لأن هنا عندك فارزة وايل يجي بعدها ماضي مستمر وبعد الفارزة ماضي بسيط، ذكرناها بأدوات الربط. لحد الآن نحن بالقواعديات مو صحيح؟ ليش أقول لك هذا التمرين أماكن مختلفة؟ راح أوضح لك الفكرة. نقطة رقم أربعة، هنا نقطة رقم أربعة إجت السؤال الثاني فرع بي من ضمن القواعديات الخاصة بيوزد تو تمام، إجت مرتين 2014 و2021. أوكي زين أستاذ، أنا ما أريد أدوخ بالموضوع لأن هو راح يجيب لك اثنين واثنين يرهمون، بس أكو واحدة تناسب المعنى وواحدة ما تناسب المعنى. أوكي، لما نشوف security cameras هاي الشفرة، لما نشوف هاي الكلمتين security cameras تختار didn't use to have.
didn't use to have. اوكي؟ نقطة رقم خمسة، لما تجيك my passport، لما تجي my passport اختار didn't have. didn't have my passport، اختار didn't have. اوكي؟ هاي حتى نختصرها لكم، مجرد الشفرة والاختيار. اوكي، بالنسبة للنقطة السادسة، she was walking home from school when she heard the police siren. صافرة الشرطة. لما نشوف police siren انت اختار مباشرة was walking. was walking، ايه هاي تختارها مباشرة was walking. تمام، ركز وياي هنا، لاحظ هم نفس الحالة. السؤال الثاني فرع اي اللي هي اداة وين عليها سارة ماضي مستمر، فاجت اسقاط انت مباشرة تختاره. اوكي، اما اجت كقواعد انت تعرف شلون علمتك بادوات الربط شلون تتعامل بطريقة الحل بالماضي البسيط والماضي المستمر. هنا نفس الحالة عن موضوع use it to، لما تجيك action films انت اختار use it to watch. use it to watch، لما تجي action films هنا تختار use it to watch. النقطة الثامنة ركز عليها مهمة جدا، هاي تجي السؤال الثالث اي بالاسقاطات هواية مكررة بالوزاري. تمام، فهنا لما تجيك هنا عندك شنو اسقاطات thieves، هذا اسقاط اولي. تمام، هذا اسقاط اولي، وسكرين اسقاط ثاني، was watching اسقاط ثالث، ثلاث اسقاطات عندك. فهنا الشفرة the security guard. the security guard، هاي الشفرة. لما تجي the security guard شوف يا كلمة مفقودة، هل هي thieves مفقودة لو سكرين، ركز على سكرين مهمة جدا، اوكي، اللي هي الشاشة، لو was watching مفقودة تنزلها. اوكي، لما تجي the security guard. هذا بالنسبة للأمثلة اللي خاصة بالتمرين الرئيسي. مثل ما تلاحظون نقطة رقم 9 هنا منطيكم إياها بغير لون حتى أوضحها لكم، هاي من ضمن قطع الكتاب وين موجودة، واجبات الشرطي بالملزم اللي قدامك. تمام، صفحة رقم 4 النقطة العاشرة، هاي اجت على شكل اسقاطات بالسؤال الثالث فرع اي، فضفت لكم اياها هنا مع التمرين لكونه من ضمن شنو الوحدة الثانية، اجى 2015 و2020. اوكي، فهذا اجى على شكل اسقاطات. لما نشوف crowded areas، crowded areas انت مباشرة تعال اختار pick pockets. شنو pick pockets؟ اللي هم النشالين. لما نشوف crowded areas انت مباشرة تعال على الصندوق تلقى هاي pick pockets، تنزلها من ضمن الاسقاطات وينتهي الجواب. اهم خطوة ذكرتها لك انك تعرف معنى الاسقاط حتى مباشرة عن طريق كلمة من الجملة تكتشف اي اسقاط يجيك تقدر تجاوب عليه. اوكي، لا تحفظ الجمل وانما احفظ للكلمات معانيهن شو اقصد بيهن حتى توضح الفكرة قدامك. اوكي، هذا بالنسبة للتمرين الاول عندنا بالوحدة الثانية. خلينا ننتقل على التمرين الثاني اللي هو كلش مهم، مهم جدا، اللي هو شنو تمريننا، اللي هو match the words and the definitions، ماثل الكلمات مع التعاريف. هنا يجي السؤال الثالث فرع B. تمام، السؤال الثالث فرع B على شكل توصيل وهذا مهم جدا. زين، وين موجود بكتاب النشاط؟ موجود بكتاب النشاط تمرين أي صفحة 29. تروح على تمرين اي صفحة 29 تلقى هذا التمرين. اوكي، مثل ما ذكرنا احنا بالتوصيل تجي لستة اي بلستة بي، هاي الكلمات اللي باللون الاسود بلستة اي وهذا جوابهم بلستة بي، وبنفس الوقت الجواب المطول انطيك شفرة حتى تسيطر عليه سيطرة تامة. اوكي، الاول عندنا ان اتندد اللي هي بلا رقابة. تمام، شنو التعريف اللي خاص بي؟ without someone looking after it. without someone looking after it، لما نشوف التعريف be looking after it انت تروح تاخذ هذا التعريف الهاي unattended. unattended اللي بلا رقابة اللي هاي من حصتها. اوكي، زين، ثانيا اللي هي الباجج الامتعة. تمام، باجج امتعة، الجواب مالها bags and suitcases that carry your possessions on a journey. تمام، لما نشوف التعريف بادي بكلمة باكس، هاي باكس شنو من حصة باجج، من حصة شنو باجج، مباشرة لا تحفظ هاي الكلمات كلها ابدا تحفظها. هنا looking after it تروح مع unattended،
لما نشوف التعريف بادي بكلمة باكس تروح مع باجج. اوكي، التعريف الثالث اللي هي empty اللي هي فارغ. There is nothing in it. There is nothing in it. يعني ما كل شيء بيها، فارغة، تمام؟ لما نشوف nothing، هاي nothing مباشرة تروح التعريف empty. اوكي؟ اللي هو فارغ. هاي الشفرة مالتها حتى ما تحفظ الكلمات. اوكي؟ خوش طريقة سهلة مو تمام؟ dispose of، يتخلص من. dispose of شنو تعريفه؟ هنا dispose of في تعريفين، يو اللي يجيك انت تروح مع dispose of. شنو التعريف الاول؟ throw away تمام، او get rid of. get rid of، throw away و get rid of اللي يجي منهم تاخذه مباشرة مع شنو؟ dispose of. التعريف الخامس اللي هو declare، يصرح. شنو التعريف ماله؟ say you are carrying something you need to pay duty on. Okay, say you are carrying something you need to pay duty on. زين استاذ شنو نشوف رمال هذا الديكلير يصرح؟ لما نشوف التعريف منتهي play duty on مباشرة تاخذ الشنو؟ الديكلير، مباشرة تاخذ الديكلير. اوكي، واضح الفكره ان شاء الله. هذا بالنسبه لهذا التمرين. نجي على تمرين مهم جدا، مثل ما ذكرنا احنا بكل فصل عندنا من اي ومن بي ومن سي. ركز وياي هنا، يجينا السؤال الثالث فرع سي، تمام؟ هاي هنا صار اوضح لكم الفكره، قلنا فرع سي قلنا حفظ ما بي مجال. وين موجود بالنشاط؟ تمرين اي صفحه 30، تمرين اي صفحه 30. اوكي زين، شنو هذا التمرين استاذ؟ هذا التمرين منقسم قسمين، تمام؟ منقسم قسمين هذا التمرين. كلمات مختصرة يريدني أكملها، وكلمات كاملة يريدني أختصرها، فلازم تحفظها مرات يخبط بيناتهن، تمام؟ يدمج لك إياهن اثنيناتهن، فتحفظهن كامل بالشكل المختصر والشكل الكامل حتى توضح الفكرة. هنا أولاً Office BLDGS، هنا BLDGS تشوفون هاي BLDGS هو مختصر مال كلمة buildings، مختصر مال كلمة buildings اللي هي شني؟ بنايات. اللي هي شني؟ بنايات. هنا YRS تمام، مختصر مال years سنوات، years سنوات. اوكي، ثالثا SPK، اي هذا SPK مختصر مال speak. ENGL مختصر مال English، and تنزل نفسها ARAB مختصر مال Arabic. اوكي، مختصر مال Arabic، speak English and Arabic، شنو يتكلم الانجليزية والعربية. AVAIL و AT W شارحة E، هنا هذا مختصر مال available. available available، وهاي ات تنزل دبليو اي مختصر مال ويكندز، تمام؟ ويكندز، وهاي available. اوكي، اللي هي متواجد في نهايه الاسبوع. درايفنج ال اي سي، هذه ال اي سي مختصر لازم تكملها، اللي هي لايسنس، اللي هي رخصه قياده، رخصه قياده. واضحه الفكره؟ هسه راح اعطيكم طريقه شلون يعني افهمكم عليها شلون تجي مثل ما ذكرنا بالسؤال الثالث فرع سي. هذا بالنسبه للجزء الاول، هذا حفظ يعني تام، اي شيء خاص بالسي حفظ. الجزء الثاني كلمه كامله اريدني اختصرها، تمام؟ كلمه كامله اريدني اختصرها، اللي هي كومباني مختصر كو، تمام؟ company اللي هي شركة، تختصر بالسي او، لا تنسى النقطة، لما تختصر خلي نقطة هنا حتى تبين انك اختصرت توقفت. الاستاذ ما يبقى ينتظر انك شرح تكتب بعدها. اوكي، computer COMP نقطة، company CO، computer COMP نقطة، و appointment اللي هو موعد، يعني عندك حجز او موعد، APPT نقطة، appointment APPT نقطة. experience اللي هي الخبرة، تمام؟ EXP نقطة، EXP نقطة.
وفريكوينت متكرر مختصرها FREQ نقطة. FREQ نقطة. واضحة الفكرة؟ هاي بالنسبة للمختصرات. لو تلاحظ يعني عندك هنا company مختصرها CO، كمبيوتر أول أربع كلمات، وهاي أول ثلاث، العفو أول أربع حروف، هنا ثلاث أحرف والحرف الأخير. Experience أول ثلاث أحرف، وفريكوينت أول أربع أحرف. حفظت نتصور وياي مو تمام؟ تمام غوالي. بالنسبة للطريقة الوزارية اللي خاصة بهذا التمرين اللي هي الكلمات، يا إما يجيب كلمة كاملة أختصرها تمام، أو يجيب كلمة مختصرة أكملها، يقبل الطريقتين. لازم تحفظ هاي أوكي حتى توضح عندك الفكرة وتكون جاهز لأي تجربة تخوضها خلال الامتحان. هنا ركز وياي على الطريقة، جبت لكم مثالين، هيك مجرد نموذج وزاري. هنا Office BLDGS قال لي Buildings تمام. مباشرة أجي على قبل هاي العلامة، ذكرنا هاي العلامة ينطيها الأستاذ، هنا الأستاذ مو تمام، أستاذ تمام، وهنا الدكتور أو الدكتورة. واضحة الفكرة؟ فتجي على هاي العلامة اللي قبلها الأستاذ، حال شوف حل بشنو. BLDGS قال لي Buildings مختصر مكملة. رجع هنا 18YRS هنا شيري، ها هم مختصر لازم اكمله. هاي الواي ار اس هناش ذكرنا اللي هي خاصه بشنو، بالسنوات. مباشره ما اكتب هذا نهائيا، فقط اكتب الجواب من نقطه رقم واحد، اجي اكتب 18YRS اللي هو مختصر years تمام، وينتهي الجواب بشكل تام اوكي. هنا ركزوا وياي، هنا 18 سنه اختصر لي اياها زين، اجي على هاي العلامه. رجع انطاني كلمة company، لازم هم اختصرها إلي، ما دام كلمة كاملة اختصرها يعطيني كلمة لازم هم اختصرها. company شنو مختصرها؟ مثل ما ذكرنا تمام، كلمة company اللي هنا مختصرها CO تمام، CO CO، لا تنسى النقطة اوكي. هذا بالنسبة للطريقة الوزارية اللي خاصة بهذا التمرين تمام أصدقائي. بالنسبة للسؤال الثالث فرع بي، ذكرنا لو يجينا على شكل توصيل لستة A بلستة B، أو يجينا شنو على شكل اختيارات. ركز وياي على هذا التمرين كلش مهم، اللي هو هذا التمرين الأول بالوحدة الثانية، من هنا ينطلق شنو هاي الطريقة اللي ذكرناها أوكي. هذا التمرين يجيني بالسؤال الثالث فرع بي على شكل اختيارات زين. هذا التمرين وين موجود بكتاب النشاط؟ موجود تمرين دي صفحة 32 اوكي. عندنا هواية تمارين خلال المنهج، كل ما نصل تمرين راح اوضح لكم الفكرة وشلون تتعاملون وياه. نفس الحالة هم انطيكم شفرات خاصة به اوكي، مباشرة الشفرة والاختيار والملزمة قدامكم، ترجمة كاملة مجردة هنا حتى شنو توصل للحل باسرع وقت اوكي. السؤال يقول underline the best alternative، ضع خط تحت الخيار الانسب اوكي. جملة رقم واحد مثل ما تلاحظون يقول could I speak to لو I want to talk to Mr. حازم تمام. could I speak to لو I want to talk to، لما نشوف Mr. حازم تمام، هذا حازم أحمد ما يصير، ألا حازم تمام، Mr. حازم مباشرة أنت اختار could I speak to. من نشوف Mr. حازم اختار could I speak to. ثانيا لما نشوف calling، هاي calling بنهاية الجملة calling، انت مباشرة تختار may I تمام، may I. هنا يقولك تختار will لو may I ask who is calling، فلما تيجي calling اختار may I. النقطة الثالثة this لو that is سمير عصام، لما نشوف سمير عصام شوفون سمير عصام مباشرة انت اختار this اوكي، مباشرة نختار this لما نشوف سمير عصام. رابعا just a moment لو just wait، just a moment يعني بس لحظة، لو just wait فقط انتظر please. لما نشوف please اوكي انت اختار هنا just a moment، just a moment. النقطة الخامسة good morning is that لو are you Mr. حازم، صباح الخير is that لو are you مستر حازم. شو استاذ هنا مستر حازم وهنا مستر حازم، شو راح يميز بيناتن؟ لا هنا عندك مستر حازم فقط. بهاي النقطة عندك good morning، تلاحظون هاي العلامة مخليكم اياها على شكل شفرة للسؤال. لما تيجي good morning بالبداية
يعني ما يقصد بها النقطة رقم واحد اللي بها مستر حازم مستر حازم، وإنما يقصد النقطة الخامسة. فلما تجي good morning أنت تختار شنو is that، تختار شنو is that. أوكي النقطة السادسة، I am calling about law because your advert in yesterday's paper. I am calling about law because your advert in yesterday's paper. لما تجي I am calling أو I'm calling، إيه هاي I'm calling، تختار about، تختار شنو about مباشرة، اختار about، إيه هاي about، لا تختار because about. تمام. بالنسبة للنقطة السابعة، all right then، all right then، هنا لو would لو do. تمام. You like to come in for an appointment، an appointment. لما تجي all right then اختار would، alright then اختار would. اوكي النقطة الثامنة، yes I would، what is a good time، لو when do I come. لما تجي yes I would اختار what is a good time. اوكي عندنا بالوحدة الثانية هذا التمرين وتمرين اخر تمام خاص بهاي الطريقة راح نذكره ان شاء الله بالجزء الثاني. اوكي هذا التمرين يعني اجوا بالألفين وعشرين لفرع التطبيق الدور الأول، ثلاث نقاط من هذا التمرين وثلاثة من التمرين الثاني، تترك واحدة تجاوب خمسة عليه خمس درجات. أوكي ها بالنسبة للسؤال الثالث اللي ذكرناه اللي هاي الطريقة مالته أقصد لك إياها أنه تختار بين جوابين، تختار جواب. أوكي أما الطريقة الثانية اللي شرحناها التوصيل لست A بلست B ذكرنا عنها نموذج. أوكي وهسه راح ننتقل للتمرين اللي بعده اللي هو الطريقة المطلوبة. أوكي اللي يقصد بيها هنا الطريقة مال التوصيل. تمام. match the beginnings and endings، مثل البدايات والنهايات. هنا هذا التمرين مهم جدا، يجينا السؤال الثالث فرع بي. أوكي يجينا السؤال الثالث فرع بي وين موجود بكتاب النشاط، تمرين اي صفحة 32. أوكي تمرين اي صفحة 32. مثل ما تلاحظون أنا مخلي لكم السؤال باللون الأسود وهذا الجواب بلون مختلف. تمام حتى توضح الفكرة، بنفس الوقت أنطيك شفرة من السؤال وشفرة من الجواب حتى ما تحفظ التمرين. أوكي هذا التمرين مهم جدا، مهم جدا إيش قد ما تتصور هذا التمرين مهم بالنسبة للتوصيل. أوكي نقطة رقم واحد، you shouldn't have any trouble doing the work. You shouldn't have any trouble doing the work. الجواب مالها أو اللي يناسبها تمام مثل ما يقولناك مثل البدايات والنهايات حتى يكمل. تمام يكمل المعنى مال الجملة، because it is very easy. لما نشوف النقطة بيها have any trouble أنت تختار الجواب المنتهي بكلمة easy. أوكي مختار تختار الجواب اللي ينتهي بكلمة easy. have any trouble اختار الجواب اللي بي كلمة easy. الشفرة ننطيك اياها بعد ما راح تتكرر نهائيا. النقطة الثانية، it shouldn't take me more than 15 minutes to drive there. It shouldn't take me more than 15 minutes to drive there. الجواب مالها because there isn't much traffic. Because there isn't much traffic. لما تجيني 15 دقيقة تمام تشوفون هاي 15 دقيقة. أوكي أنت تختار الجواب المنتهي بكلمة traffic. منتهي شنو traffic. واضح الفكرة تمام. موضوع كلش سهل، شفرة والاختيار ما تحفظ، مجرد تباوع الفيديو وياي راح تسيطر مباشرة. أوكي نقطة رقم ثلاثة اللي هي لما تجيني comfortable، خلق لك الجملة حتى توضح إذا تريد تحفظ الطور اللغة مالتك وياي. أوكي they should be very comfortable. نأخذ because it's a very nice hotel. They should be very comfortable because it's a very nice hotel. لما تجي comfortable هاي nice hotel آخر كلمتين تأخذ الجواب المنتهي بnice hotel. رابعا I can speak English and Arabic so I should be able to talk to most of the visitors. لما تنتهي الجملة بArabic أوكي تنتهي بArabic أنا مباشرة أختار الجواب اللي بشنو visitors.
اوكي، هذا بالنسبه للنقطه الرابعه. النقطه الخامسه، if he has used computers before, he should know how to use this software. لما نشوف computers before، انت مباشره تختار الجواب البي software. سادسا والنقطه الاخيره وكلش مهمه، if you send the letter today, she should get it by Monday. هنا ركز وياي، هنا letter today، تمام، letter today، فناخذ الجواب البي get it by، get it by. هنا Monday ما ثبت لك اياها، ليش ما ثبت لك اياها Monday؟ لان مرات بالوزارة تتغير ينطونك شنو Sunday اللي هو يوم الاحد. اوكي، راح اعيد الشفرة والجواب. اجتك have any trouble، تختار الجواب المنتهي بكلمة easy. اجتك 15 minutes، تختار الجواب البي traffic. اجتك كلمة comfortable، تختار الجواب البي nice hotel. اجتك Arabic، تختار visitors. اجتك computers before، تختار الجواب المنتهي بsoftware. وletter today، تختار الجواب البي get it باي. اوكي، هذا بالنسبه لشرح الجزء الاول من معاني الوحده الثانيه. ان شاء الله ما طولت فيكم بالفيديو، واذا عجبكم الفيديو لا تنسون as usual بلايك وشير وسبسكرايب تو ذا شانل، والسلام عليكم.